هل تعلم من هي أقوى النساء بمصر القديمة؟ لقبت بألقاب مختلفة، منها الزوجة الملكية العظيمة، واشتهرت لسنوات عدة، وتخلطت الحكم مع زوجها بذكاء وحكمة. نحن نتكلم عن الملكة الأسطورية، الملكة نفرتيتي، الملكة الأعظم على الإطلاق. كما نقول لك عزيزي المشاهد، هيا بنا نكشف أسرار صعودها إلى السلطة. تعد الملكة نفرتيتي من أقوى النساء بمصر القديمة، حيث ساعدت الملك توت عنخ آمون على تولي الملك، وتنتمي للأسرة 18 الفرعونية. لقبت بألقاب مختلفة، منها الزوجة الملكية العظيمة، وسيدة المنطقتين، وسيدة مصر العليا والسفلى. وسطع نجمها لسنوات عدة، وتخلدت الحكم مع زوجها بذكاء وحكمة. ترجع أصولها إلى أنها تعتبر ابنة قائد الجيوش إي، ولكن لم يذكر أنه والدها، برغم أن هناك ما يثبت أنها ابنته، وذلك لوجود صورتها بالقرب من صورة أختها. زينفر عاشت فترة قصيرة بعد وفاة زوجها، وتم تشويه تماثيلها ومحو اسمها من التاريخ كما حدث مع زوجها بعد وفاته. وقد عاشت في القرن 14 قبل الميلاد. سنال زوجها أمنحتب الرابع في جميع مناحي الحياة، إذ أنها قدمت له الدعم في الإيمان بالإله الجديد، وأول من آمنت به الإله آتون رمز الشمس. وبسبب إيمانها بإيمان دين زوجها بالإله آتون، أطلقت على نفسها اسم نفرتيتي، وذلك من قبيل مساعدة زوجها، فقد ساندته في كل الإصلاحات الإدارية والدينية والاجتماعية، كما قدمت له العون والمساعدة في مشاركته في الكثير من الاحتفالات والطقوس التي كانت تقام بعد النصر على العدو. وفي نهاية حياتها توفيت حزنا على وفاة إحدى بناتها، إذ اختفت تدريجيا من البلاط الملكي، وعلى إثر الحزن مرضت وماتت، وحلت بدلا منها ابنتها مرنة آتون. وقد توفت وتم دفنها بمقبرة باخت آتون، وبذلك تصبح ولا تزال الملكة نفرتيتي أجمل ملكات مصر في القرن 14 قبل الميلاد. كما عجز علماء المصريات عن تحديد موضع قبر نفرتيتي طيلة سنوات من البحث بعد اكتشاف قبر توت عنخ آمون. وفي سنة 2015 أعلن الدكتور نيكولاس ريفيس من جامعة أريزونا أنه ربما يكون قد عثر على قبر الملكة سالفة الذكر، وإنها ربما تكون قد دفنت سرا داخل قبر توت عنخ آمون. ذلك أن الفحوصات أظهرت أنه ربما يكون هناك مدخلا في قبر توت عنخ آمون، وأن هذا الباب ربما يؤدي إلى مكان دفن الملكة نفرتيتي. فقد أظهر المسح الضوئي الرقمي أن هناك بقايا لمكانين كان يستعمل كأبواب، وبالتالي افترض ريفيس وجود ممر سري يؤدي إلى غرف دفن أخرى. وقال بأن هذا هو السبب على الأرجح الذي يجعل قبر توت عنخ آمون أصغر من سائر قبور فراعنة مصر القدماء.